والتحية لملكات السلة أصحاب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي. ومصافحة لكابتن مهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي وكابتن خالد القوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. ولحظات ويأتي التتويج الكبير وكأس مصر ثريا بتسلم على كابتن خالد وتحية خاصة من الكابتن خالد مرتجي لغزال مصر كابتن طارق خيري صاحب الفرح اليوم. كابتن طارق وكأس مصر يستعد للتسليم. دينا كابتن فريق النادي الأهلي دينا عمرو. دينا عمرو بيتقدم دكتور مجدي أبو فريقة لتسليم كأس مصر. ويحضر الكأس للكابتن للدكتور مجدي أبو فريقة والمهندس خالد مرتجي يحملان الكأس. ودينا عمرو تتقدم لاستلام الكأس. كأس مصر سيدات السلة للموسم الثاني على التوالي. ألف مبروك النادي الأهلي. واحتفالية من ملكات السلة بالكأس. وصورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. كابتن رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة وفرحة كبيرة وكثيرا ما أسعدت الجماهير المصرية وجماهير الأهلي هي ورفقتها في فريق الأهلي في الجيل الذهبي. كأس مصر من حق يتدلع معايا كأس مصر. من حق الدلع واتمخطر معايا كاس مصر. ده دينا بتقول الكلام ده وهي ماشيه واللاعبات بيحتفلنا بكاس مصر. ابطال الكاس هم 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 هم. مبروك للنادي الاهلي، مبروك كاس مصر وصوره تذكاريه بصحبه كاس مصر مع نجمات الفريق نادين وفريده و انا الاهلي اللي كان والحاضر تمارا نادر السيد. دكتور مجدي بيقول لهم ارجعوا ورا في منصه عاليه كده ورا يقفوا عليها طبعا عشان فرق الطول. وصوره تجمع الجميع، تجمع اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله برئاسه دكتور مجدي ابو فريخه وبحضور مهندس خالد مرتجي من صندوق النادي الاهلي وجميع اللاعبات والجهاز الفني خلف مجلس الاداره والميداليات الذهبيه والاحتفال والتصوير وصوره تذكاريه. ومن حقك تضحك وتدلع وتفرح يا كابتن طارق. في سنين كل ده ولسه في اكتر من كده. خلينا نسمع مع بعض اغنيه الفرحه اغنيه النادي الاهلي.